هيثم بالنسبه للدخل البرازيلي من الجهه الكره فرصه وخروج حارس وفينيسيوس كره خطيره بخطوط خيمه التحديات والتغطيه من الجهه اليسرى عند لوكاس تولنتينو خطيره فرصة خطيرة لفائدة المنتخب البرازيلي كرة جت فينيس سنتابع هذه المحاولة التمريرة كان هناك وضعية كانوا نيمار عند يوسف الفيري لكن ما تمكنش يوسف الفيري هذا لاعب فريق برشلونة في الوقت بدل محاولة ثلاثة متعبرة من الجهة اليمنى كرة طويلة يوسف الفيري فرصة مرة جانبا فرصة تمريرة ممتازة لنصير مزراوي خدع الكرة بالصدر كما سنتابع لحظه لم تكن يبعد الكرة ياسين بونو لاعبين المنتخب البرازيلي حكيم زياش محاولة مراوغة كان هناك تدخل يتعبد كرة دائرية فرصة خروج الحارس كرة طويلة أشرف حكيمي خروج ياسين بونو خروج خاطئ والهدف الأول لفائدة المنتخب البرازيلي الوقت هناك وضعية تسليمات لقطة متابعة الصورة ياسين بونو بوفال فرصة او بوفال هدف اول لفائدة المنتخب الوطني المغربي بواسطة سفيان بوفال يضع كرة في الشباك والهستيريا على مستوى المدرجات فرحة كبيرة للجماهير المغربية بهدف سفيان بوفال في شباك الحارس ويفرتون نفس ساعة كانت كافية للعناصر الوطنية من أجل كرة طويلة في اتجاه لاعب فينيسيوس خروج ياسين بونو فرصة حكيم زياش فرصة الهدف حكيم زياش كان بإمكانه يضع الكرة في الشباك لعبات بطريقة ممتازة لاحظوا ردة فعل الوالدة جولة أولى مثالية فرصة فرصة أخرى لفائدة المنتخب الوطني المغربي عز الدين أناحي يسدد في الوقت اللي المطالب بأن هناك لمس على الكرة وبالتالي للتمرير داخل منطقة الجزاء تسديدة تدخل الدفاع حكيم زياش وإخراج الكرة بشكل ممتاز إخراج الكرة تغطية طرف لاعب أليكس فينيسيوس جونيور كان لاعبين كبار لكن هذا تدخل ممتاز ياسين بونو ردة فعل ياسين بونو بعد تسديدة قوية لرودريغو في الوقت اللي استرجع كرة أمام يوسف الصيري خطيرة هدف تعادل لفائدة المنتخب البرازيلي هدف بواسطة العبيد كاسيميرو ياسين بونو كان بإمكانه أنه يحصل الكرة ولكن فرصة هدف هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي هدف ثاني بواسطة لاعب الصابري عبد الحميد الصابري ورقة رابحة من حقك فرح من حقنا جميعا فرحوا يا وليد من حقنا نفرحوا بهدف ثاني في شباك منتخب سيليساو عبد الحميد الصابري يضع الكرة في شباك فرح